خوتي خواتاتي، ها واحد، السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم افيتو طونجي جابت لكم همزه من العيار الثقيل، ابارتمون في السونتر فيل، وسط مدينه طنجه، في القلب النابض ديال طنجه. فين جات هاد الابارتمون؟ هاد الابارتمون راه جات بالضبط في عين قطيوط، قريبه لكم ريد مكسيك، قريب لكم مسلة، قريبه لكم ايبيريا، قريب لكم عين قطيوط، قريب لكم جميع المرافق ديال المدينه، او تمشيو لهاد المرافق كاملين غير على رجليكم. يعني الدور ديال المكسيك على رجليك، طلع المصلى على رجليك، ايبيريا حداك، انقطاوت حداك، واهم حاجه جات حدا الجامع. هاد لابارتمون فيها 100 متر، ايطاج الاولاني. ان فوا كتدخلوا كاين الباب ديال الدار، كتدخلوا كتلقاو جوج الصالونات. الصالون الاول اللي على اليمين هو هذا، هاد لابارتمون فيها 100 متر، الايطاج الاولاني، كتباع يا اما بالفراش يا اما خاويه. الصالون الاول، وكاين الصالون الثاني. ندي طيب لكم شويه في الفراش بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يديوها بالفراش ديالها. تفضلوا الصالون الاول ولا الصالون الثاني؟ شوفوا نتوما معنا الصالون الاولاني، كما كتشوفوا غادي يبقى بالسدادر ديالو، بالكتاره، جوج ديال الميسيتات، الطبله ديالو، و تريا من غير هذيك المرايه اللي عندها القنصله ديالها. هذه كادو عزيز على مولات الدار، غادي تديها، يعني هذه ما غتبقاش في لابارتمون. لابارتمون ديالنا راه عندها جوج ديال البيبان. الباب الاولاني هو هذا من وسط العماره، يعني حتى كطلعوا دريجات الايطاج الاولاني عاد كتلقاو باب الدار، وكاين الباب الثاني اللي من بعد غادي نشوفوه مع الكوزينه. هنايا كاين الصالون الثاني، نقدر نعتبروه بيس ديال الكلاس اولا صالون اخر، حتى هي عامله بالستاتير والكتار ديالو. المساحه ديالو غزاله كافيه للاستغلال، وعاد اختارت انها تعمل له القبص مختلف على الصالون، عملت هذا الديكور هذا بلي زابليك ديالو بالتريا ديالو، وعاد في هذا الاتجاه هذا الحيط اختارت انه تعملو بالقبص باش عملت فيه هاد الديكورات هادو وهاد البيزان هادو. ابارتمون كبيره واسعه، جوج صالونات، جوج ديال بيوت النعاس، وجوج ديال الواجهات. الواجهه الاولى من هنا على وسط العماره، كيف ما كتشوفوا الصالون ديالنا كيطلع على وسط العماره، حتى هو كبير واسع، الشمس كتدخلكم صباح من هذا الاتجاه هذا. وعاد حتى هي فيها القبص في السقوف ديالها كامل، يعني مختار انه يعملوا هذا الديزاين هذا، هاد الزواقه هذه. وابارتمون قلب مدينه طنجه، الدور سونتر فيل كامل على رجليك، طلع لريد مكسيك، مصلى، تخرج صور المعكازين، تهبط البولفار، هاد المناطق كامله دورها غير على رجليكم. من بعد ما شفنا الصالون الاولاني والصالون الثاني، نزيدكم ثمن ديال هاد الشقه همزه غنقولوه اخر الفيديو، غير خليكم متابعين معانا. ابارتمون كبيره واسعه غير الطابق الاولاني، و100 ديال المترو، جوج صالونات مع الدخله كيف ما شفتوا. عاد كاين هنا الكولوار اللي كيجمع بيوت النعاس، الكوزينه والحمام. بالنسبه لهاد القنصله هذه، حتى هي غادي تديها مولات الدار، حاجه ملي كتكون كادو وعزيزه، واحد ما كيبيعهاش ولو تجيب ليه الثمن ما عرفش شحال تجيب ليه. من بعد ما شفنا الدخله ديال الدار، هنايا كاينه الشومبر الاولى اللي تبارك الله لي شومبر المساحه ديالهم كبيره وواسعه. كيف ما شفتوا هنايا راه عاملين بيت ديال بنيتات، عندكم جوج ديال الكامات سيباري، كاما ديال شخص واحد وكاما ديال شخص واحد، مع الكوكيته ديالها. اختارت انها تعمل ليه في الحيط هاد الزواقه هادي، هادي راها صباغه ماشي بابيبا، هادي كامله صباغه. اختارت انها تعمل هاد الزواقه هادي في البيت كامل. وعاد هنايا عندكم الماريو ديال ثلاثه البيبان، يعني بيت واسع وكبير تبارك الله مزوق. حتى الديزاين اللي عملات في السقف ما بين الشيبي والغوزي، ديزاين مزيون. وابارتمون همزه، سريع الاتصال، الثمن ديالها جد جد مناسب، والمفاجاه صريح 100%، ديكلاراسيون توتال 100 متر في عين قطيوط، ثمن رائع. سوا خديتوها بالفراش اولا خاويه، الثمن ديالها غزال بزاف، غادي نقولو في اخر الفيديو. من بعد ما شفنا جوج ديال الصالونات والبيت النعاس الاولاني، دابا غادي نمشيو باقي لنا الكوزينه والبيت النعاس الثاني والحمام. الكولوار الثاني عاود كيجمع ما بين الكوزينه وبيت والحمام. غندخلو مباشره نشوفوا الكوزينه ديالنا والمساحه ديالها اللي فيها شومبر ثالث، يعني راه عاملين هنايا كليسه ديال الكوزينه، السدادر ديالها ومخايط وطبيله، يعني كليسه اللي تكون خاصه بالكوزينه ديالنا. عاد هنايا عندها التلفازه اللي غادي تبقى خاصه مع هاد بيت الكلاس، هادي راها غادي تبقى.
بكل شيء ديالها. اختارت انها تعمل القبص، هذا راه قبص، اختارت انه تعمله في الكوزينه كامله، يعني عطات واحد الجماليه للكوزينه ديالنا، والسقوف ديالها حتى هي اختارت انها تعمل ليه القبص. من بعد غادي ندخلوا نشوفوا الكوزينه اللي عندها باب ديال الكوليس، وجات كوزينه طويله حتى الاخر اللي عندها الباب الثاني. كيف ما قلت لكم هذا باركومون هادي راه فيها جوج البيبان، الباب اللي كيدخل على العماره، وهذا الباب هذا اللي كيدخل من الزنقه، يعني اذا طلعتوا الجهه ديال عين قطيوط غادي تدخلوا من هذا الباب من الزنيقه وتدخلوا الكوزينه ديالكم. اذا عندكم بناتكم بغاو يتسخروا غادي يدخلوا من هذا الباب باش الضياف ما كيشوفوش شنو دخلتوا. عندك بالنسبه للكوزينه ديالنا الكماله ديالها هي هذه، فيها السخان، فيها ماكينه التصبيغ، هذه راه باقا غادي تكملها، غادي تكمل حتى واحد الزليج في الحمام من بعد وغادي نطيه لكم. المهم راه كل شيء كاين، عندكم بوطات الثياب، الفران، ميكرو اون، كل شيء كاين، وكل شيء غادي يبقى لكم هنايا في الكوزينه. ابارطمون للمساحه ديالها غزاله، بلاص في الصاله ديالها عاود مبدله، عندكم جوج الصالونات، بيت دكلاس مع الكوزينه، وعاد جوج بيوت النحاس، وجوج ديال الدخلات، الدخله من وسط العماره والدخله من الزنقه. هذه انا عجبتني بزاف. من بعد ما شفنا الكوزينه بيت دكلاس ديالنا، اللي حتى هو المساحه ديالو كبيره تبارك الله وواسع، وكيحمقني انا انه تكون الكوزينه معها بيت دكلاس، كتبقى الماكله هنا كلشي هنا، حتى كيجيو عندكم الضياف عاد كنمشيو كاملين فينا للصالون. من بعد ما شفنا الكوزينه ديالنا وبيت دكلاس ديالها، باقي لنا الحمام والبيت النعاس الثاني. باش نشوفوا الحمام هو الاولاني، الحمام اللي المساحه ديالو كافيه للاستغلال، فيه كل شيء ما تحتاج، فيه الحمام ديالو بالدوشا بالدوشا باب كوليس، وعاد كاين حتى لومبلاسمون اذا بغيتو تعملوا شي بلاكار. الحمام ديالنا كيف ما قلت لكم راه باقي غادي تزيد ليه واحد الالومنيوم في السقوف، غادي تكملوا كامل نهار اللي غادي تاخذوا لابارتمون، يعني غادي تكملوا مولات لابارتمون تشي عليها. والصالات الدار عجبتني انها بزاف وكبيره، يعني 100 متر، عرفوا كل حاجه يختاروا المساحه ديالها. هنا عاود عندنا البيت النعاس الثاني، تبارك الله بيت واسع وكبير كما شفتوا، فيه كامه ديال جوج ناس، كامه شخص واحد، فيه ماريو ديال الحيط ديالو، وبيت كبير صراحة الله واسع. من غير الماريو ديال الحيط كاين هنا ماريو اخر، يعني اراه ما تخبيو في الحوايج، راه عندكم ماريوات بزاف في البيوسه. وهذا البيت راه الثاني اللي عندنا، عندنا جوج صالونات، جوج بيوت النعاس، الكوزينه فيها شومبر عاود ديال الكلاس، وعاد الحمام. بالنسبه لهاد البيت اخترت انها تعمل لي هاد الديزاين هذا ديال القبص، السقف ديالو هذا الديزاين هذا، زائد عملتو ليه من بعد شي طابلو غادي يجيكم مزيون. يعني ابارتمون صراحه الله غزاله، الموقع ديالها رائع، والثمن ديالها اروع. ابارتمون جات في السونتر فيل في عين قطيوط. فين جات عين قطيوط بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش طنجه وما كيعرفوش عين قطيوط فين جات؟ جات قريب لكم ايبيريا، قريب لكم مصلى، قريب لكم ريد مكسيك، قريب لكم الاسواق اللي كاين هنايا ديال مبروك، شارع فاس، قرب لكم عين قطيوط بزاف، ايبيريا، هاد المرافق كامله تمشيو ليها غير على رجليكم. كنهضروا على 100 متر، جوج الواجهات، جوج ديال الصالونات، جوج البيوت النعاس، البيت الثالث اللي كاين مع الكوزينه، وعاد الحمام، والاهم من هذا انها جوج ديال الدخلات، الدخله اللي على العماره والدخله من الكوزينه اللي على الزنقه. ابارتمون كبيره رائعه 100 متر، كتباع يا اما بالفراش يا اما خاويه، الثمن ديالها خاويه هو 89 مليون سنتيم، والثمن ديالها بالفراش 91 مليون سنتيم. والمفاجاه ديكلاراسيون توتال، صريح كامل، ايوا كيف جاتكم 100 متر غير 89 مليون اولا غير 91 مليون اذا بغيتوا تاخذوها بالفراش وهذا الشيء كامل اللي فيها. اذا عجبتكم سهله تواصلوا معنا في هذا الرقم اللي كاين على الشاشه، عطيونا الريفيرونس هذا الرقم اللي كاين على الشاشه باش نعرفوكم بغيتو تجيو تشوفوها وتفيزيتيوها وتاخدوها على شله. نتوما غير تواصلوا معنا اسرع وقت باش ما يطرش لكم بهاد الهمزه، تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير خير. عندكم ابارتمون بغيتو تبيعوها، ارض بغيتو تبيعوها او تبنيوها، دار طبقات تبيعوها كامله او لا تكريوها، حنا راح كنتكلفوا بلاجيسيون ديال الكرا. نتوما غير تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير خير. خوتي وخواتاتي الله يسهل عليكم كاملين يا ربي،
حتى تعملوا الدور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.